أباشر هذا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثورة مستمرة حتى وصولها إلى إحقاق وطن إنساني يحفظ الجميع المحرمين بدون استثناء، بدون إقصاء وبدون تمييز. المبررات الأولى للثورة من تهميش الشعب عن اتخاذ القرار الاستئثار بثورة الوطن مستمرة، أضافت إليها هذه الانتهاكات التي يسجل هذا المعرض بعضا منها مبررات أخرى للاستمرار وضرورات أخرى للاستمرار وتوضيح إلى أسباب الكامنة خلف هذه الثورة. تقدموا بالشكر الجزيل إلى فرق العمل التي عملت وفقا لإمكانيات محدودة جدا في المكان وفي الإمكانيات المالية إلى مثل هذا العمل، وبالتالي لجأوا إلى محاولة ابتكار المساحة في مبنى غير مهيئ لأن يكون مكان إلى معرض، واضطروا أن يعملوا هم بأيديهم من أجل أن يخلقوا هذا المعرض وهذه المشاهد التي شاهدناها. وبالرغم من كل المعيقات استمروا في عملهم بصمت طوال سنة كاملة من أجل أن يثقوا جزءا من حراك هذا الشعب والظلمات التي وقعت عليه. قبلوا أيديهم على ما قاموا به، وأعتقد بأن الإنصاف لهذا الجهد بأنه يعني لا حق منذ الدخول حتى هذه القاعة لم أجد هناك أي مبالغة التي ممكن أن يتطرق إليها أو تذهب بالفنان الذي يقوم بعمل فني من رسم أو عمل فني من مجسمات أو ما شابه ذلك، قد ينحو إلى المبالغة وللفنانين عذرهم مثل الشعراء، ولكن وجدت أن هناك التزام بحقيقة ما جرى، لم نشاهد أي مبالغة. ما شابني قلق بأن هذا الموضوع موجود أو غير موجود، سألت من الإخوة قالوا هذا الأسلوب من التعذيب على سبيل المثال أيضا تم استخدامه، ولذا وجدت مصداقية منذ ما دخلت من الباب حتى هذه القاعة إلى ما تم عرضه. وذكر الأخ حسين وهو يقدم أن هناك تقريبا 30 نوع، يعني ذكر رقم 30 نوع من الانتهاكات. طبعا في تقرير بسوني الرقم يصعد في أنواع الانتهاكات يصل إلى قرابة 50 نوع من الانتهاكات التي وثقها سيد بسوني، ولكن في هذا المعرض المتواضع أعتقد بأن من سيأتي ويزور هذا المكان سيخرج بنتيجة على ما جرى على هذا الشعب، ويجري ما جرى ويجري على هذا الشعب بطريقة فنية مبسطة، هي مبسطة ولكنها ستفضي إلى ما قد تعجز عنا كثير من المحاضرات والخطاب والكتابات، لأن هذا التجسيد المباشر سيبقى في الذهن وتختزل العين، أولا تلتقط العين فيختزل الذهن ويبقى مدة طويلة. ألف مجدد الشكر للقائمين على هذا المعرض، وأدعو أحبتنا في هذا الوطن العزيز إلى زيارة هذا المعرض والحكم على هذا الجهد الذي قام به هؤلاء الشباب. والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.